Donc il y a les graines et il y a les plantes qui sont كما كتعرفوا اول حاجه مرحلة. اي تكوين اي مرحله تيكون واحد الشق اللي هو نظري وتيكون واحد الشق اللي هو تطبيقي نشأنا في 2023 غشت 2023 كان فكرة ديال شركة لافارش أوسيم جات اقترحت علينا الفكرة رحبنا بها بدينا عندنا تكوين عنده جوج شقين الشق الأولاني كان هو التكوين والثاني هو التسويق والإنتاج بليتو والإنتاج لهذا دابا حنايا سالينا مرحلة التكوين اللي البنات شبروا فيها الدبلوم عند مؤطرة ودابا حنايا في الإنتاج إن شاء الله يا ربي وكداعم لنا هذه التعاونية هي لافارج أوسي هي اللي كدعمنا هي اللي كتجيب لنا لي مارشي هي اللي كتجيب لنا لي باك كنخدموهم لهم وكاين بعض لي مارشي بساط هكذا كنخدمو حنايا راسنا الحمد لله جات كواحد المبادرة منقدة لهذ النساء ديال هذه المنطقة المستفيدات كاينين من حجر من عين زيتون ومن قنوعة ومدعدات 20 مستفيدة عندنا احنا هنايا كنتواجدوا في تعاونية لجي لاستخلاص الزيوت النباتية انا هنايا كمؤطرة ومواكبة للأعضاء التعاونية اللي تخلقات في شهر 8 ومن شهر 8 بدينا الدروس ديالنا اللي كانت عبارة عن شق نظري وشق تطبيقي رئيسة ديال التعاونية أستاذة إنصاف العضوات هما عضوات من قرية قنوعة وعين زيتون هنايا تجمعوا باش نأطروهم في مجال استغلال الطبيعة بواحد المقاييس اللي هي علمية مجال استخلاص الزيوت النباتية وتقطير الأعشاب ياخذوا واحد المعلومة اللي هي يعني تكون علمية وفي نفس الوقت تمكن لهم يعني يفوزوا ويقدروا يستغلوا المنتوجات والأعشاب اللي عندهم في المنطقة توصلت معايا لافارج أوسيم اللي أنا كنشكرها اللي جابتني هنايا كمؤطرة فبدينا التكوين ديالنا كان عبارة عن شق نظري وشق تطبيقي دزنا من مرحلة التعلم الحمد لله لمرحلة الإنتاج وشوية شوية ولينا كنشوفوا تعاونية لوجين الحمد لله ماشية في واحد الطريق صحيح لأنها في واحد المدة وجيزة قدرات أنها تفرض راسها في السوق ولات كتشارك في واحد المعارض اللي هي مهمة آخرها الكونغري المؤتمر اللي كان ديال الرائدات الإفريقيات والحمد لله غادي دزنا دابا المستوى الأول ان شاء الله يا ربي غادي ندوزو للمستوى الثاني وغادي نكملوا لا فورماسيون ديالنا والتعاونيه ان شاء الله يا ربي غادي تزيد تتطور انا كمستفيده هنايا كنجي من عين زيتون لهنايا القنوعه التعاونيه هذه من شهر 8 وحنايا كنتلاقاو واحد الدوره تكوينيه من عند الاستاذ عابر اللي قرينا فيها وتعلمنا فيها ودابا الحمد لله وصلنا لمرحله ديال الانتاج اللي كنتجو المواد الطبيعيه المواد الجميل الزيوت كنعصروا الزيوت الطبيعيه وكنعملوا لها الناقيع بزاف د الحوايج تعلمنا هنايا اللي حنايا اثرتنا الاستاذه وكنشكروا لافارج أوسيم اللي عطاتنا هذه الفرصه هذه والدعم اللي دعمتنا باش حنايا فتحتنا هذه الفرصه هذه نتعلموا حتى حنايا ونتجو واحد الحاجه من يدينا وشكرا